Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habeen wa naaksan, damaan tiin beinti habeen imtahay. Habeen wa naaksan, inti maalim imtahayna maalim wa naaksan. Wa aniga iya asli Hassan Abade, asli ala sida, wa damaan tiin betaqaliin. Wa ana nagi hore idin ka ballan qaadna, insha Allah, di boqor kuraalika noqdayna idin soo noqonayna mar labaad iyo saddexaad iyo afraadba. Marka insha Allah caawna waana kan, annagoo waxyaabo fara badan ka wada hadli doona. Marka waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan dhammaantiin, soo dhawaada, waan idin salaamaynaa. Ay aslan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي ولا شيء منا إذا كشك طيبة وسيدي عدد إنه أحد ومركز التحدث سوق لينا في فيسبوك اللايف بسوق لينا الحمد لله رب العالمين إلهي جينا كرسي إنه أحد سي أي مركز هو المهدى إسكالي مركز لبعضنا الحمد لله رب العالمين ما لنا إن ما تنوع عفمات قبل صوفر يسمى وأن كهذا اللون من نمضة إيو تاكولي لابدو دابا إن شاء الله وحوي يعني وحيا وفر بدن إن شاء الله بان فعلها يعني أصلين أنا يسكو رئيس النعاوة إنتي كران كي جاء إذن كان عندنا لو ذاك تان أمر كورت وحن قعد بدارنا يا وحن آذ بح ما هي كومنتية ذي قريتان كي وحاء يولي آذ البح ما أنو نهين ما كوحيا بها ورت كم جوابي كروخت الحاضر لكن بحوي يوم وحي كلا إن شاء الله ورئيس يا جدال بين إسكالية مركز الحمد لله رب ولا قارية وحمد أنا كمان أكبر منك لكن واحد ذاك مركز دراشو وسقي ما نسى إن شاء الله تعالى وقت أنا اللي بحنا وفيرن ونكتشوا أبنا ولا قارية إكزاك ذي ها إن شاء الله تعالى إلهي نعرف ما دين الله في عم الله نقدس آمين إن شاء الله تسلم بالهرت مركز هري أنكو هريو إن السفر كديرة ومدحوينين هذا ولنا وكتشرو ما شاء الله ما شاء الله مدحوينين أنا شرف مداني محمد عبد الله محمد فرماجو إياه وفتي سقروح تبدل هديات وهو قامين أيو إيه ما شاء الله إيه أنا كدير سنة وأنا موضي مركز مركز دعوة نبا إنا إذا لا سعرنا والله إنا إذا لا سفرنا المدى قلبي جينا وإذا لا شراء شركة نبا إذا لا شوقين موياني قلبي جينا مركز ما يشهد مرتان بإذا لا سعداء يد ما فنانين تاني ما شاء الله إذا لا سعداء دان تري شرفت له معناها مارتي كسا ليسني ما شاء الله ما شاء الله من مدى الصومالي كسا ليسني سوكي يا وعلي دان تقادي دون وضع الرحي دون وضع الرحي يا من مدى قل مدى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا وحل لهلي كرمها مركا وكسو بلابي دي قرو وكسو بلابي بوساسو أنا أقول كارونتي ما أعرف لكن دشوا كمرة لكن أقول كمان المرة إيه قال كعيوك حجية حقا يد قال مدك all the way بس مرة يعدادو الدول ده ما لا صبر نقول كار سمرة يسدي شعب كعي شعب كيو دنس قير يكبير بالله وما كعي هالكاسو إن جتوا سيان إن ما أنت الصومالي لسود الراعي قعناها الله وسود القبصي لم يدوبي ما شاء الله وتنو بهني وتنو بهني ويا مديا سو بان أدلو بهني ها إلهي إذا كيوان جارد أنت أنا وقصي في عنا دونا بإذن الله مركو حوي واد أربتها يعني نبت قلي ذا إيو مارتي وناج يشرفت إيو مارتي ضد كيو ده محبي كل قعي إسوسو هي دول النمذ وحقيقتها يعني مم لين كريسي المهي يرى أول قد واحد دول اللي يرى أنا أرد يا ما تهمي قد إيو قرح داس أرد تكلي كده يكو أردي يعني أردي يعني ما دحوني دب أردي يعني وفدي دب أردي يعني أي على ما دو وطن يعني شعور تودا يعني مم لين كريسي ها والله إيه ما إجت ما دمر كسر دعوة ده مركو حويل تان و وقول لك قالي ويان قول أبي أدنى سمويتي ويان يضطكي ويسكسور دوادي أول بوضة الشيء وذا الدقناء إسرى نغمي كالقبي ورارها أها وحبي وحاد بروح بدن سور دوان شاس وحل هيري كرو عيارة معهن وأنا وحي لها اللي أقوم مهن نقو نعم صومالي أردنا إن شاء الله كوي قعمها إسقب صدقي ولا لو بقي مدو بقي مدني مدو دقيو
خطر يا وناقة إلى هاي هاي نقود اللي قمر كوارن فحظ آدي آد بقر كي بقر وحلو بقى ما شاء الله ده كاجي أو بضاع فرح سن أو مانتا فرح حد ميل وده شو جو حاد قيمة بدل ويان وقفل بقى الصومالي شعور تي سبت الشاء مرك والله قاسيت ده كاجي غربها شو جي آد ده كي وحول بقوله لو بينا كبسي قيرة بدني ما شاء الله وعلم هدي ها والله تدا عادي إله سبحانه وتعالى تري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مرك وحوي حرق إلهي مرك القصده يا وحوي تأمبا ملو قارا تأمبا مارت ملو قارا واي مرك حرق إلهي محنو ديرينا قبصنا مرك من نمضي يا إما نيسا مرك الحرق إلهي كلكتو أو أد مارت إلهي تلضى أد سارتو يا وحويا ما شاء الله تلضى وحوي قفا إلهي تلضى سارن مرجو إلهي أبدا بسم الله الرحمن الرحيم مركز تلظى تلصار الشدوى وح مهم وين إلهي إذا تلصار النا مركز أنا أكون دقائق نوحان دونين إلهي ونوفض دينا يا مركز إذا كنا لإسقرب قبطوا لإسقرب استاجوا وضن يد إيو وناج إيو وضن الشدى إيو وحتك إيو طريقة في عنا لإستصو نعم. ووح مهم إنه إن بدنا بنمد كتر ري صدمية سنة وين تاع كم دبعت قف على الصومالي وما أنت أنا جبسو قال أما أنا كل بتوننا هبا يراتي متشر أما جدها كتشر أما دي بدها تشوفه مرك وعلم هدي صومالي وحي نوضة ناقص بسود وانشها هي النبضة أمني جي هي النبضة وحلو دي قام تشرتو وحول باك لو على سكتي شيء ذكره لكن هي مدو إلى إنه بدو إنه يا إنه النبض نقلنا يا إنه قف ولا بما عرفتي وأجي هيدي وحني ووحي وضلكي وأن ضلكي لجوه ذا الشقيق سي داعد أح وني السميع أو كرسوني أ وأنا قف نقف ككل كل هالليلين وحين لقى الحياة ووح عين وضلين هاي وحوية وح أستانتني أ ودوكيني وشرفتني مرك تاسي وحيت هاي إن قف قلبه وكشقيق أو لجوه ذا الشقيق أمنية ينبضة هي إني الدولة ديالنا وند الدولة الصومالية اللي أبى تريني إنه أهانا وأمد مرة وبقصة منه وأه إلى هنا هي نور اللي بيريه ما أنتنا واحد مدان التيشة دي سيدي مري اللي قاعد وقف في عمتها الحمد لله ضد كشعب الصومالي دنا الله يسوسه دويه هي أصل محاك له ما يا ومرك حتى نظر الله إلهي للصعب للصعب إلهي مهمة الصومالية الله واحد وقبتا إلهي بأود مرك مرك أد إلهي إسكول لي بتيد الخلاص إلهي كل لي بتيد وحوى مكام في مانكرة تاسنا مثلا ومن يتوكل الله فهو حسبه مرك وحوي إلهي إذا تلا صار تلا دوا شيء مهم أويا مرك الصومالية تلا دينا إلهي صارنا إلهي أصورنا قلنا إلهي الحسوسنا إنه ذكر إلهي اللبضيو مرك قلبي ومرك إلهي سبحانه وتعالى الوحيو أو إلهي ومرك الرب وحنا قبصنا بع الله ربي جيو إلهي يا ربي جو أذاب تلا قصارنا إلهي ونوفض ذي ربي جو نوفض ذي إلا إلهي نيدارو أرقيا ها مرك وحوي قلوبتم بإلهي دال عدا مرك نيتكو قبل إلهي سبحانه وتعالى مرك وحي وفرفر ميات وسيدة حدا من حوينا نوا من حوينا داعم برام مينستر كان هو برام مينستر داعم ماذا حدا يعني شرفت الوا وذا وذا داعم كل الصومالي كل الصومالي ومطر الشعب في ما انت في عنا مساحي ودالي وشعبي يضطي حلو لما هو دكتور مركو هو مركا تقف الشخصي وداعم بيه ومارتي إلهي تلغى صارته وحوي وحكاهر إمكرا مجهده وحكاهر إمكرا أبسلت لمجهده الله يا الله آمن مئيش ومئة الله آمن مئيش نعم ها مركا تقف إله آمنة وحكوين ودسكحري كرتيد والله قرب إيه كرامة ما تشرتو مركا إله لا آمنة شقاد أنا أنقبنا لكن إله أنا آمنة إله أنا وين قرب قبنا يا لكن واجب كي يوحي نقول له نقل نقول له يقف قلب أمواد نصارا وحويان والدنكاء وحقب الشديسة داعب نمديسة والشقين تيسة iyey inta kale isku soo jiido naxan intaasna inaga ino taala aad markii ugu horeysay xitaa madaxweyneena qarka allah siye wa tuu yiri in annagu waxan ku shaqeynayna yaani fikradda shacabka sax
يا فكل شعبك كل شقين ورمتي ورمتي ويتلو ذو السباحين ها شعبكي هدي أنا فكرت دودي لقادنينا دولة دينا ما تريسو وار ولا شعبكي وهم يجينا معركتي أفكار تودي يو يرأي جودي أي أود يحرق ولا يجينا كهذا الكلام وحد ربان وحد دلودا وحد تعليم وحد دل أي كتر تقول نعم الشعب يجينا وإلا قالت تشتاق اللي ويديو حق بيقول ليهم يجي الآن تدروك ما بسميه دولة دينا وإنا أنه قرب استاقنا ومليبا هو قال أنه قلنا أنه هاقنا الله صحة بحي في عنه بحي وناكسن وراشة قوة دولة عصوبة دولة تاكولين وباهن مركا دول بوال اسوك باهن يمان تصومالي مركا صومالي وإنه قرب استاقنا وار لو من باهن مارتي هبل سيدنا وير هبل سيدنا قيل وقال إلهي ما جعل سبحانه وتعالى ما وناكسنا قفك ولالك ابن آدوي وخلط بك وكالي وشيك وشيك لكن إنا قداشي سوح كتراضي ودباتوين ومنافق نموي إنا وح وقفك السمينين أتراضي وحا هبل مو سمينين ومنافق نموي ومصبت ومصبت ما يهدي تليد إدنت ودباتو دباتو يا إلا إس إدي ما هو ناقص لك على شيك شيك تو يد دتك يوم ما شاء الله يقول نيوز كلا بنقطة ورب ما بعد بأصل ور هي نيوز يواجه تجسيم سر بي بي سي يا كاركي يا ما شرط ما شاء الله سياسيين دتك يواجه سياسيين دتك يواجه وقال ما شاء الله وحي ودعي حتى مرحبا قارب ولا سير قياسي يا وكي بواحد بلي وحصاد عيا دولدي وحنا كتشر وحنا صويني sometimes أنا والله أحب سلاد واحد وأحب صحو واحد أركي سويحي وح كتيرة ويساعد عندنا يا لكن coincidence ويا مركز موافق يعني لكن واحد يراد وصا صا 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 واحد يقدون إله سبحانه وتعالى الله يعلم إله بقوة وحويا وح مستقبلك ما أجي حتى أنا جا نفتينا مين اللي وتفتي الله يعلم مركو وح مستقبلك واحد يقدون هذا ذلك اللي مو بعلمه دادال وحاسس سمين دونا إن شاء الله بوحكة سي إن شاء الله برنامج بنا سمين سنة دونا بري برجع هدي مسجل بربنا إن البرنامج بنا أنت سمين بس أنا حكى عليه واحد إله وياه واحد الله وياه مرك وحاس وصع ده ما كده تساعد علينا يعني وأن ملأوا أموي ما مويانه لكن رجده وفي أنت إله إذك إله إذك إله قدره إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى مرك وحوي سومالينا ما أنت وحوي وما بهنا إن لغت المامو إن ودم هذا أبوك قاعد تدبر هو فخر سن إن كم نقلنا وما بحن تاوينا لبتا قد بين لبتا سببته أو حويان ودن كان خيراتك كبوح ودن كان ودهاية بترول بول الدهاية هاي وحوا وحويا ودن وحويا لعندنا هون أفريقيا كويا لا هون في أفريقيا كويا لا إن قولك يعني بحد روا لح بقول يصدن يسجال كل يلح بقول يقطن يسجال سكوير كيلومتر سويا بدك كان أنتوا كفرين إلى هاي نظرت بالبوسك ولا هاي نجس يقدونك أرض قرديسة يضرك وينقطع نجس ها وحوي وحنا سيبت حبت وأرتي أنت اللي أتح يا وحوي يعني ها كوس لانكاس حتى دار قروح البدن اي نظيفه وإلهي نسيم حتى انا محيت هاي وصدح كل يصدح بقول يصدم كيلومتر ويان دركيده بالارك انه كفايده سنوي وحا مخا كجير خيرات با كجير بد نوع والب او مارت كلون اي كجير او قالس كلمه او فيعن بدن كبوحه وواحد لو حالو فينيو او مارتي نلغا فايدهسي انتي دباتي جيرتي او مارتي براكيب نيرها اها تعربها اكثر وكا تشي براكيب تبها روح تحبيها هادي وهي خيرات ودكينا لاكي انا جيب اب حب لسكايسي ولسكايسي تشدي خيرات كني ايا من القرانيا مركز صوماليا عقل يا الهي اذن سي مسكح لي الهي بسي يا كل رقمه او يعني كفا ايديست او كفكرة او قرطة يعني الهي خيراتك او انسي الهي نعمة دينا لنما نوي وانا الهي وحمد النقنا
وانا الهي الشكر جيدي لن ما انا الهي نعمه نسيه سببته خيرات كاسودن وبدي كبوح يان كغاجي سنه ودك مساكين ايا ودكين كبوحان محاكله وحويان و حويان ودن كان و ريتش اجريكلتشر او اه لاند ويان وحويان و دول بيرات او يعني خيرات كبيره اد ابو يعني او ريتش او يعني غنيه ويودن كان بيري مملكه يعني دول كان دو بيرات هذا فور اكزامبل ان جوبل كان جوبلاند ان انا رنتي كما نولاني لكن دتكي كون ولا با اي شي روحي رادين يا يد حتى مركه هواك يا يد راشين كرنيان دي هيدا وحي هذا سا اسينو يا يد سيده الصبح سبب ما شاء الله مركه حويان حاجه اجريكلتشر كره واد يا اد مهم وضحي سببته بارهي محو الى هي نوغو نمعي لبوبي الى هذا النسي لبودي اي الهي نسي لبدي وبيو جوبا يا شبيلا جوبنا وكبلارين يحي شبيل وكبلع وين يحي شبيل وكدومن يلك وكدر يهدر كان شبيلا دير مرك وحويان انين وبيغ مارت او جوبا وحويا ديركيسا وكن يا 4 كيلومتر ويان شبيلنا وحويان كن يا 100 يا 100 كيلومتر ويان marka waxa weeyaan maxaa u dhaxeeyo 126 ayaa u dhaxeysa ha bal eeg inta soo maraya shabeelle wuxuu ka imanaya for example baladweyne boola burte jalalaxsi ee johar soo wad all the way ila aasi la afku ka ka baxaa ila oo xaqiiyo oo si mar oo wabi kale uu ku daro dhinacan jubana waxa weeyaan wuxuu ka soo baxaa u maleynaya doolo loo وصو صعدا دينا عاسي حقا إيا بارد دينا عيسا صو مرا إلا جبوين كو مريا لبدي وبي با اسكو صو دعيا ماشي أم بغضو اللي إصوات سمكا كسمايتي جبوين لبدي وبي اسكو صو دعيا بدي كو دريان قروح دا والله ما ملين كرتيد يعني بام تريغا سيدة مارتي كاليفورنيا كالي إيو إيو محيو أها إينين ودا ماذا دي قروح دا الحسكا الوطبو هوايو كالي جيدو دي برتو ساسو دا داحسن والله ما هو يوم هذي بدأ عمردي هودي وبحو البدري عمردي كل كاسو عدستو أو كل مارت دا الحسكا الوطبو ودا كانوا ألقى دركيا ودا كانوا ألقى وحكا ستانو قبنا وحكا ستو أيانو لنا سمع وحان الله موسكي أو إيطالي لو فجر ما حستا موسكي الموسكي وحقها موسكو أدوك أم عمويان ها والله موسكا ما كان هذا عنا يقول نه نبتور الملا هذا الملا حمل ما كان تجيب ور موسكا وحي سمعان كيسي إنك صدق وعنا حبذي هي وحي بمارت بيروت دبا حوغا كان إنك ملاك قادر إنك أدي وحن مركي ما ودك مارت هو ده بوليش كا وحن كبره واسكه هيك يا إن شاء الله تعالى مركو حويان ها ومركي هاي إن لبكون إيو لبكون يا أفري طبانكي تاريخ المكة هاي وحي أهي ولايف ستوك علينا حولها الجيل أريجا وأضا وهدو في شيء سمع لكن لبكون يا أفري طبانكي لصور دافي وحلدو في شن مليون شن مليون أيا إكسبورت هاد أولدو في بل أرجو حولهن الجيل يا أريجا لا إسكتشلان نعم عبي إن جمال مغلو حل الرادين يا بنكر الله هيا كور هدي وصدح بقول يلحد المليون او دولار سنتكي العيال كاسي تار هي كور ما انا لاقي جاتي سي جاتي سي قرض ويا وحي اد وي واز ان ان ذا لاست 20 ييرز ولي ما دحين ان هو اها تيرو انت سلاك ولا دو فيو صح ولا بدي يكون يقفل التمكي سوما مركه واحد جرتا كل ينكستو ده هدي سكوله دي سومالي يو انا غران كان حاله دي سيتاي دي مدي نو بدن بيسي لكن واحد بي سكوله ده وانك سو دي جرو اكزاكتلي كو اوكي حتى سي كل سي دي ويكي جدي سنتاي مركه واحد باهن هاي دال يرد وحاس او نمعه يو وحاس ما عرفت خيرات هي دي جرو هيستا او حتى وباهن inay ugaadaan nimcada iyo waxa ahaysta inay carruurteenu waatan waxay ku dhamaadeen badihii waxay ku dhamaadeen xabsiyada ka buuxa taa xabsiyada noqotay taas baa gaadhay xusuusii iyadana waa farxad aad
قار والله يقول هذا يقول فرح صار هاي يقولون هم بليين يا رئيس الوزراء خيره يا دما بدولة يا دكتي كسر شقي شقي ما شاء الله وأقول هذا شرف بدن وهذا قيمة بدن بل دلنجرة أو صومالي أو ميل شيء يشوفه ولي بهند إلا شيء يشوفه الله تذكر سيد دما إلهي يعني إله أود أنا أيوة ابن آدم يعني هو ما عندنا قيمة ابن آدم يمدو دم جديد لكن حن أوجع هاي بكي صومالي عن شوقي هندي قال جوان شعلين هم داود جري لكن قربيه بكي اللي يمدو هاد برتي وحنا في كل أيهين تضحكون أن حريص هاي نوع هو هو أوجع لبنا كل حبس هذه لبنا على هم حريص وقت تعسني وأقول وينو سوبي تين وح معركتي لهلي كرم أهان الله مهدي ويان وحاني أمس سيسا شرفتا يو دولة نمدو أي لا دحين صوتا لينا الدولة دحين دم عينان هلين ما تشلتو بك تعرف تقدوا الله مهدي داد ميل بعي ليسان وداد كينيئة وفرحة سيادة وزو ينوسو قدبتي تاسينا وحا اسكال أم هادو لدولة دي انتي كشاقيسي إلهين أجر يحسر هذا كسي وفرحة آدو فرابضا وحا كالأو دب أح كون كلي معرفتي ليبي تطلع العوانين تاهر سبحان الله هو هلك شوقني إنه قرقار وصدق ونقصها بدل إنه قصو كحيو وإن دت كمارت إن دبلومات كأه يا دبلوماسيين تا وإن الدذالان قفل بحلبة كسارا بلاش دبلومات متهد السفير كست وحلا أمر يا إن شاء الله تعالى وإن الدولة أمر عني دم أمريكا ودا ملي لكن ولا لمن إذن أمر يا إلهي كيابة ودك هتشوفتين كلي مسؤول كما تهدين واحد مسؤول كتهدين انت دي بدا هتشوف طوعن إنا دداشان والحبسية بارتان إن لقو قرنة إنا سومالي كجرة إنا سومالي إنا غبسطان إذن كي لقوه إنا أتكوتك تماعا حتى إنا ضد قدرتان إذن كو أنا الدولة إنت أغيسيسان وآتيرادان أنا حبسية بوقان إنا وصوه بسان إنا داد كين ودلستك سوق عادتان ودد كي دولة أتكال مناقشتان ودحبسية كسوق قرتان داد كين وكو رفاصل وكو وقل وكو بعد وكس العيا وحياه بعد تأفكر إن أنا نسوي مريكرين الوصمية وكبر قبلنا ضد نوش يا جن وحبسيد السوق عليه أدويسا والله بالله مركا مركا كوش يا كيان مركا وحوي ضد بحتة وحياه لو قص وقت نيجي قدن تي مركا مريكر على مجال ذي إن أنجمنا قدن تحت أسباب بدي وحياه بين قص السمية مركا حويان إذا كم مسؤولية دقيقة صعبة ده معها كلينا بين مستفر يسطان صفير بان أحي نو صفير نماذج ومسؤولية وين ويان وأنا دداشان شعب كاسد مسؤول كتير ومدى الصومالية ده وضمك هكون نولو دي بده مسؤول كتير دولة دي مقعي دي بتكفر إذان مدحويني برايم منسل كدولة دي مقعي دي لم بتكسي كفر إذان على كي الصومالية بد مارت أدهونتين مقعي سي بتكفر إذان شرب كسي بتكفر إذان ما إن مال أولاس كفر إذان وإلا الددالة ويد الددالية صومالية وحد الددالة بدل مالك لكن وان وحوي ذاك كسي بدين بالي عندها فرة عندها فرة ولا ليالو عندها فرة ولا ليالو ذاك كانوا ودين بهين ومدين ولا سود بهين يهين مرك أود هذا أو إلهي كسي أود صفير نمو كفى إذا سكش قو مد هذا وح أبو قبو أو حسي كلي أكل ما أحنا حسي قبطة إكزاكلي إن الفردية اللي يجيب مثل الجميل حس حسي كلي ما أها إن حسي لك صبح يا حول بوم إن شق أبو قصة ميسر أشر عيدة بدك أبو قصة ميسر أود أود أنت حتى كل ربع أدوي ديسان أود سكول أد مارت جامعة أد سكولرشيب أد سيسان مركي واحد برتان بدك كذي ما ده وقف إيديان والإلهي كيابة والددار بالربع عندها فرق عندها فرق مسؤولية ده مسهلنا والله مسهلنا آخرنا والدك وضع حساب تمدون روح والباب سولا يبا آخر والول حساب تمدونا مركو حويا ولا ليالو آن مارتي بورك اسكتشفنو هاد وان كعني وان مدوني من نمضي ويسعطا وحويا كالقعيلك وكا مانت صوبحي ان شرفتي وتصوب نقطي ان هو النهي هاكي ما كسي وضعنا يا هور السعودة ويها يمنا محب در لها بلاد وحم الله يقدر لها هرتو حياه فرق بدل يا ترى وانا هذا السوق هو بكلم لكن ان شاء الله وان وير يرينا هذين هو ها ان شاء الله حياه كلي ان كفكر اما ان جعل هي دولد اني قبطه ايرون يبنوا ان دولد دعوتين ان اركي يو ان شاء الله من حقات في عم نذكر اللي يرضى اه وحبتي ودن كدحجوا
إن وحلاق أبتو وشقوين كهدي عيد لصيني إنت ها كانوا نين إنتو مالها دي بدك تجي ديار هو أو بس بور كيسينا وتو إنتو لوك تجي له هذا دي شقة الربا أو أما 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 يبعتد الفكر تقطع ولا أحد أما سك استمع هاته وح خلط أحوي يعني وح خس كل واجب dhalinyarta jaamacadaha ka baxday ee wadanka wax ku baratay ee wadanka iska dhex taagan ee aan waxba helin ayaa xaq u leh shaqooyinka inay helaan iyaga xaq u leh in shaqooyin la siiyo in niyada loo dhiso in la ogaado in maxay istaahilaan inay waxbay soo barteen dhulkaasoo burburay wax ku barteen dagaaladaasoo jiray wax ku barteen meel laga kala qarxiqayo lagaba hayin laga xiyaabay oon cidiba joogin iyo ku hadheen marka waajib waxay u leeyihiin shaqooyinka fiican iyo wixii wax tara iyo mas-uuliyad in loo dhiibo oo horta dadka dhalinyarada dhulka joogta wax loo qabto iyagu wax noqdaan markaa kadib bal qoryaha iyagin kale ee baasaboorada la wareegay ee gadaal wixii ay ka gaadhaan loo diyaariyo marka horta taas aan anigu aad u jeclaan lahaa dhalinyarta waddanka wax ku baratay waa inay wax noqdaan oo wax helaan ayagana waa inay dadaal ka muujiyaan hadda iyagii way dadaalaan laakiin marka inta dadaashid ood waxbaratid oo ama uu batral haysa ama uu masterat soo sameeyo uu meel iska taagan yahay oo aanu shaqo haynin dhibaato ka badani ma jirto dadaalkii uu soo sameeyey laakiin waxay u baahan yihiin in ragga wax ku barta ee weliba dhibka waddankana un in shaqooyin la siiyo wax weeyaan walaalo hadda anay soomaaliya mar dhowaa ka imid waana siindo waa la gaari doonaa hadda dowladdii hadda waa basar almost a year ayay jirtaaba soo maaha marka insha allah waa la gaari doonaa markii wixii waxa weeye waa in budget marka hore loo helaa markii la helo way imanaysaa midda inaan isku fahmin waxay tahay ma ahan inay dowladda wax ka rabayso mana ahan dadkan qurbaha ka tegay iyo waddankii tegaya inay dad uyihiin mayasa aan ka moodo dadkana waa dad fiican oo muwaadiniin weliba waddankoodii in badan ka maqlaa xaq bay u leeyihin wax inay helaan laakiin waxaan leeyahay waxa mudan dhalinyarta waddanka wax ku baratay jaamacadaha ka baxday in marka ugu horeysa iyaga meel la geeyo shaqooyinka baloo dhiibo ha la siiyo iyaga markaa ka bacdina dadka kale sida loo kala xaq badan yacni waxyaabaha waxaa kaani ahaan ha dhiba intaa la qabta waa waasha dhalinyarta wax ku baratay inay wax noqdaan wiil iyo gabarba leh yaa horto muhiima iyaguna haddii ilaahay raalisanado wax wey markii marka hore ana waxaan aaminsanahay marka hore inaan ciidanka ciidamada marka ugu horeysa markaan amniga sugno dhalinyartaa ma ciidama soo ma noqon karaan oo wiilashaan iyaga ha waxbartay saraakiil bay noqon karaan waxbay qaban karaan way noqdeenba oo hadda waxbartay oo maaratay oo bachelor degree haysteen iyo kuwa high school kasoo baxeen sidii ayaanooda ka hadlayn oo kale darajada si u kala koraysa iyo cilmigooda ayaa loo siiyey samaha laakiin waa inuu qofkii uu la yimaadaa niyadu uu rabay inuu militari ku noqdo oo dadkii lama qasbi karkaa militari iloo iloo noqo lama dhigawaa inay iyaga inta diyaar in ay rabaan niyadda ka keenaa dhaan annagu xarna inaan waddankeenu u halganno u dhimanno diyaar baa u nahay ciidanka inaan ka mid noqonaa rabnaa qof hor istaagay samaha maya qofkaagaa hor istaagay qofka hamigiisa isagaa leh oo qofku markuu dadnimadeeda la yimaado iyo dadaalkeeda iyo hidiilada waxa u qabo inuu qof noqdo ilaahay maya wax hor istaagi karaa ma jirto laakiin taasi iyaduna waa mid meesha ku jirto waajib ah marka maxaa kale asliya xaggee kale galaa ciidamadii baaday noo bilowday aniga I really enjoy marka ciidamada ka hadlayo sababta ana ciidan ahaa ma ku tala jirtaa inaad haddii ilaahay daa markaad waddankii ku noqoto ilaan hadda waddanka ah markii la yidhaahdo waddankeenii gabadhii ugu horreysay beelodad ahayd baad ahayd marka afrika la yidhaahdana gabadhii ugu horreysay baad ahayd marka hadda dunidii way isbedesho sidii dee xaaladii ma ahan waddamo badan ba hadda inagaba dheereeyey marka ma ku fikirtaa ma ku hamidaa inaad intaad waddankii ku noqotid bal gabdho kale oo badan oo bayrooda aad aragtid ood wax la qabatid ood wax la diyaarisid ood halkii ciidamadaada ka bilowda ma ka fikirtaa horta wallaahi waxa weeye horta taa mar horo ku fakiray laakiin waxa weeye wax walbaba waxay leedahay waqti bay leedahay ha waqti bay leedahay waan jeclaan lahaa weligiina waan doonayay inaan gabar isoo labayso soomaaliya oo duuliya noqota ilaa arka waxa weeyaan insha allah waana la heli doonaa 1 2 3 4 in badanna waa la heli doonaa maadaama hadda
تركي خير الله حسين نوهي لينهين ولا قاردونا إن شاء الله تعالى عمركي مارت عيدك هرتر بالمرك أمني قصيب بقولك بقول السوق يا وصف في أن أمني الله وذا السوق وي ما نسا مركا إن قبل أي ويلل أو ده عفمات كوباسي أو وحي requirements كي وبوحيي مركا إن لقابه أو لصوت تببرو ديار بيه إن شاء الله تعالى وين عدنا تإله إلك إلى وين ذي الرب قانون إن شاء الله ما دام أنا أنا instructor أنا أحد معين أنا أحد وان شاء الله هذا ديار ده قبلها أو هاي سلها أنا بتجي لها بكم من نقول لها بتهبر سين لها سما لكن ولا جاردونا ولا جاردونا إن شاء الله تعالى وحقستنا كلية معها عيدن كلي واح كسته وحن جعل وحن ده قالوا يا بوقف إجا كلاط إجا مال كسته بقى ضف 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 رادو واح كسته بيا إبضي أن أو محمد أنك قبته وان جعل هذا كلي سوماليا ومضي ده سومالي أدب جعل وان جعلنا هاي وحال كان سوف رسي ولا ليال وإن الله جعل يعني ذي قبنا إينا ذي جوباب إنه إينا سومالي إم من نقطة إم من دودو سيدا لسرع أي يا من نمذا من نمذا من نمذا إنا نمارتا كدبنو وجهي مركا انا قف دك لا شيء كيسلي وجهي سهل يعني رياكشن كو سمينايو ها اكزاكتلي مركا مركا ودنك هاي كو ودكيني هذا محمليني سا مصافعنا انا مركا يرادا ان با از بومين سيدني ابو سون نقولنا واسعدا او وح ريبي كرنا ما جرت مركا يرادا وجهي كرودايا وادريمي سعودة كجرت وادريمي سعودة مرة من الصومالي إني من ما من أي نقطة مرة بعد هذا هو حس كده يا إنه مارت كوهم بليوني ودنا كين ساس وس كده لكن وحالي وحور كجرا أفكا حد هذه وحيد سجي ودي وأنا نيجو سيري مارت وجوابي أم إسبدلي وجلس وواحد مو كلوت مكسان أنت قصرا حد هاي كم فرح سند مياه بقى هذا كم كوشي كم فرح سند مياه لا 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 أدين مين ده أدين مين ده إسكت إلّا وان ده هذا بقى أنا سؤال شو ودي سؤال كوي جواب لك وحنك أركع إلى تحطها أنا ما بقرية بقى لكن سوماليا سوماليا ويان سوماليا بين النقود سوماليا ده ده نقصون النقود إلهي إذنك إلهي إذنك إن شاء الله تعالى إلهي إذنك هاي مركب حاك على ده ورئيس عيدك عيد ماذا ولك سجلناي تي قبل أن تأتي سندق نقر شهود إن شاء الله ها يا يبيرش إن شاء الله تعالى مركا وحويان إن ولا ليال إن إنفورميشن كاس أن هوس إذا كسو قري وربحنتا إن دت كمارتي نبدة شعلو إذيل وناقة شعلو إذيل وحن كعد سنيا إن مارتي أكانو داس وإن كسو قري inaad maartay ad ku soo hagaajisan in wax allaale wixaad ugu deeqaysan oo ku taakuleeyneysan ciidamada qalabka sida ee heeganka idin ah ee nabadiina ka shaqeynaya in harsanin in hooyinin adreska saa ugu taagan ee habeen iyo maalin raba sugaya nabadgelyadiina ilaahay ka soo koob subhana wa taala waxa weeyaan waa inaad sida ugu dhaqsaha badan walaalayaal oo waad awoodaan waa la wada awooday in sida ugu dhaqsaha badan lagu hagaajiyo ha ka xishoonina ha yaraato ama ha badnaato dilimaad ka sugeeyay millions millions dollars soo diraysaa lidir ma laha ilaahay wixii intii tabartiina ah wax allaal wixii idin noqotaba ood maartay ad u neysataanba akanka ku hagaajiya insha allah waan idin ka rajaynayaa soomaaliyeed
Somali weyne wan kirjeenya ila ciida mada taqulaysan sababta wax way ciida mada hadayna taqulaynin ya xagee nabad gelidini ilaahay kasuko ya sugaya ilaahay kasuko subhanahu wa ta'ala ya sugaya weyn xuduudii dib loo dhiso oo badalaliyo oo ciida madii bismaan oo yahood yeeshaan marka ila dhaqaalaya iyagana wax weeye waa waajib waxa asli weydiin sheegtay qof iyo taqulayn kara oo ciidankaas maaragtay xoogga dalka wuxuu qaban karaa waajibkiisa qof walba waajib bay naga saaran qof taala ugu horreeyaan waan samaynayaa diidankana waxay ka rajaynayaa inaad taa wada samaysaan oo ciidankeena aan taa kulayno waa wax qasaba waa wax loo baahan yahay in badan oo dhaawacaa jirta in badanoo waxaa jirta maaragtay dhibaatooyin fara badan qabta marka maasha allah arrintuba weyna dhowday hadda ciidankeenu uu istaagi oo sidii uu ahaan jirayba ku noqon doonaa laakiin in la taakulayo oo qabtay adigay farxad kuu tahay inuu qofku wax qabtay intuu adduunka joogo nool yahay weliba markay dadkaagii iyo ciidamada hadii noqoto ku ilaalinayay mustaqbalka waxa wax muhiima oo loo baahan yahay marka waxa weeyaan taasina wayan ku qasbanahay waa in la sameeyo waana la sameynayaa asliga ciidamadaadii insha allah waanu gaari doonaa waa la gaari wax walba waa la gaari janna allah siiyo jannaka ayaan dhowee geeriyoodoo la dilay waan ka naxay weliba geeridu waxay sii xun tahay marki de qofku malag u yimaado waa qadarta allah oo xili kasta waa la dhimanaya waa xaq geeridu baaqi qofna ma noqonayo laakiin waxaa mararka qaarkood cajiib asli iga dhigta maxaa dadka soomaalida u diiday inay history ka tagaan yacnii marki hadda ninkaasi jamar jeneraal buu ahaa marxuumkaas waxa weeyaan waxbartay aqoon leh experience leh marka haddaan saa isaga wada dilo maalin walba dadkii wax yaqiinay iyo dadkii waddanka indhaha u ahaa sababtoo dhulkani dee garan baayo meelaha kale si looga heliyo dhul ahaan laakiin taariikh kamaynaan tegin oo dagaaladii sokeeye dhibaato badan buu inoo geeyey oo dadkii iyo wixii history iyo library iyo meel laga helayo dhanba waa lagu kala tegay balse dadkii xataa khibradda ka tegi lahaa ee wax u sheegi lahaa dadka kale inaynu iska dilaawa wax aad u xun waa calool xumo weeyaan markii uu ama wiil shabaab soo kacay wax qaban lahaa waddanka ama nin experience lahaa oo madax ahaay oo darajo heerkaa ka gaadhay saasoo kale ah wax fiican ma ahan laakiin ilaahay musiibada ha inaga qabto waa in dadka qofba qofku ninbuu kaaweynbuu baas kaaweyntii weeyaan qofba qofku intuu kasii weyn yahuu wax ka og yahay wax badan buu hadda marxuumkaasi faa'iideyn lahaa oo aqoon iyo dadnimaba ah marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa bal intaa ilaahay nagaga iyo kasiiyo isagana samiriyo iimaan wax kalena allah inaga ilaaliyo waxaas waxaan maartay ka hadlayno waa waxaan u leenahay ciidamada in la taakuleeyo sababta waxa weye amniga markii la sugo waxaasoo dhan baa dhammaanaya dhibkaasoo dhan baabeen ma ahano dee xoogii awood markay meeshii timaado waad garan kartaa wax badan baa la xallin karaa ilaah baa awooda marka taasi waa runo waxay dowladda ku dhisan tahay waa ciidan iyo xoog adigu nooc walba ahaadaan waa wax loo baahan yahay marka mas-uuliyadduna qof walba oo soomaaliya bay saaran tahay waxa weeye waajibkeena waa inaan kasoo baxno waa in gacmaha la isqabsado waa in nabadda laga taliyo dhalinyarada maxaad u sheegaysaas wallaahi dhalinyarada waaba mustaqbalka dalka aad iyo aad dhalinyarada anigu dhalinyarada aad baa u jeclahay waxaan jeclahay inaan xiriiriyo waxaan jeclahay inaan wax u sheego waxaan jeclahay inaan guubaabiyo waxaan jeclahay inaan siiba dhalinyarada dibadaha jooga ama ku dhashay ama ku dhalan gaaray iyagoo yaryar la keenay ee ku koray marka qaar baaba waxayba ku leeyihiin markii aan ka sheekeynayno maarta wadanka siduu ahaan jiro sharaftii iyo wanaagii dowladnimadii iyo aan lahayn waxay ku leeyihiin soomaaliya diyaarada imay lahaayeen oo maadaa duuliya ahaa ma diyaaradaa lahaydeen ma maraakiib baa lahaydeen ma dabaabaad baa lahaydeen ma garan karaan lama yaabayo waxay ku ina dilacsadeen qub iyo qac iyo isdil iyo tv-ga ka arkayaan iyo meelaha maaratay kuwan media markastaba sembra waxay maaratay ay soo sawiraan meelaha xunxun oo dhan waxa unbay eegan jireen markaas waxay ku waxay moodaanba inaan waddan dam ah eber lagu kala tegay inaan ka nimi
مركا وغشيكي او حتى علي اركيديا او واحد اوريا ان وايدي دم حتى سومالي مكان تبو ان فيديو كاميرا دي قاعده تجري بدلي دو مقاله فيوغا انا بوسعنا كسد دي من جرو حي بدل انا استوي يلا مركا سمكان او دار وحيره سومالي مسنه حجرتي بس اقرح بنات من باورتنا الله هيدن ما جدكنا الله هيدن والله يا بيا واحد دائما انتكيت قرين عيالكي هذا وحبه وشيقي ما قران قران وحي موضين هنا الله تسن الله تسن وإن مكة إنه وح الله شيقا الله تسا وح مارتي إيه وح مارتي أو عد التسطاء وطلع الفيديو وكا سوماني سلسل هنجر سما مركزي إبراروه يعني اللي أوه ودن في عمبار لنا إلى ودن في عمبار لنا ودن في على كلمة ودن في عنا لين جدا لين قب ديارنا لين مراكب بان لين دبابات بان لين أدوم بان لين مركو حوي إن دنيا ردا ومستقبل كي تلك إن وحال لو بهي إن الدلالان إن يوث كا يكود دلالان يوث بروجرام إن السمستان إن مدوبان إيه لفتي بود من ما إنت السميان oo dhalinyaradooda wax baratay ama isku guubaabiyaan iyagu qaar baratay waxaa jira in marti la riixo u baahan ilmihii isku mid ma aha qaarna waxa kama walwalay sidoo waxbarashadiisii wixiisa ruuxa wax uu isku filinyo waxaad arkaysaa qofki inuu dadaal uu la imanayo qaarna waxay u baahan yihiin in la fushgareeyo marka dhalinyaradii inta u baahan fushinka inta u baahan la riixo in la riixo oo lugu riixo wax barashadii loo faa'iido war faa'iideysa oo wax barta ka hada Soomaali oo dhanba wada baan kulligeen baa baahan dee illa way la wada riixad warta kulligeen baa baahan ma waa dhanba loo wada riixo loo wada riixmiyeen ya insha Allah taala hada waa bilis xaqi xaqa laga soo riixo hada midnimadi baa bilaabatay ba khalas ya way fidi doonta wada ko dhanba ku fidaysaa bi idinin bay dhalinyaradu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inaad wadankan aad idin ku leedahay إن يديهن مستقبل كبير توه وما مول لها ولا ده مانت شوكتا أما وردت كواوي نسي تيضا كلا أما قوة ده هو نجس جواوي نجس كم ده أنا قو كلا ما يحصل أنا أحبك وين يا الحمد لله ما الحمد لله لكن أبغى كلا يعني هذا قوة حتى أنا قال لك مو كسي وين يجي ورقة نجس كم ديك ومر دم يجوا بس كده قولي هاي ويتشر كيس كيس وجاي واس كده بسم الله الرحمن الرحيم لكن تيسي وح صاح على إذا لنيرت وحد بعهن كنا كضة يطان إنت وح قبل كرتا أدبرت ورا الليدر النقطان إن أدبرت ولا وح قبطان إن أبض كمان مشان إن قبيالك فجاتان إن المسكح دي إن يمان كين الغلدين واللي دي كده دعيب وحيدان هاي وح أطهاي وام عواصم علي وح كبدن rehaban de wax isku gartaa leeyo qof wali baa hebel kiisii mulay yahay oo ilaahay baa inaga dhigay laakiin ku dhaqankeedu qiimo ma lahayn ayaa taa leeyo ka dhaadicin waxaad u baahan tihiin sidii wadankan aad u higsan lahaydeen aad u qaban lahaydeen inaad Soomaaliya Soomaaliya ku cilisaan intaad isgarab istaagtaan oo aad taakulaysaan kiinii ciidan noqonaya ciidan noqdo kii shaqooyin kale dowlad qabanaya uu qabto dhulka inaad iska qaadaan oo wadanimadiina iyo macaragtay waxa aad tihiin iyo wadanka quruxda badan ee inta badan la dayacay dhibaatooyinka ka jirtay dhalinyaro waa inaad indhaha furataan qabiil wixii idin ma tarayo reebal wixii idin ma tarayo waxba wixii idin ma qabanayo aakhirana kulama galiyo aakhirana waliba habeenkii isagu kaligiisa ayuu hoggiisa galaya awlaadaad dhashay baadan qaax waxba aadan kaaga saarin marka iyo wixii waalidkii ku dhalay marka waxa weeyaan camalkiina ay raacayaan laakiin kulligiin walaalaad tihiin idinkoo magaca Soomaaliya iyo calankaas kamidaysan garbaha isqabsada qabyaalada ka fogaada dhulka dhista dalka dhista wax qabsada ka faa'iideysta maanta waxaad haysataan rag idinlaba shaqaynayo idinla maxaad idinla qabanaa maxaa qabyo oo dhammaystiraa marka idinka la'aantiin waxa ma soconayaan marka in dadkan waaweyn oo dhan iyo hawlahan oo dhanba iska dhaafa laakiin idinku futurekiina brito la dhista ilmihiina u dhisa kuwa kale isii dhali doonaan u dhisa dee dad taariikh ka noqda oo baraaruga oo qiyaaligan iyo waxan iyo waxaad ku jirtaan daaya qof walba oo dhalinyaro qiimuu leeyahay qof walba dhalinyaro iyo waxbu qaban karaa isbeddel iyagu ka yimaadaa xooggaas isbeddel ku jiraa marka xooggiina muujiya iyo dadnimadiina dhulkana wuxuu qabta idinkuna wax isku qabta kuwa kalena uga taga marka waa inta waa adoo wax isku qabta waa ka kugu xika kaa generationkiidii kasii dambeeyaad uga tagtaa
كواسنا كوا كلا وقتنا كوا كلا كوا كلا الله يبقرسي مرك انت اسامي ما دل يرد انت اسار ربعنا مش شيء قوي يقرا إن يسكت يرسنا دان إن دوقاتان وضد كاسي ruke nasi wadu qurux badan wadu fiican wadu wanaagsan wadu alla loogu mahadnaqiyo wax inaga maqan ma jirto nimca iyo duun marka wax weeye amalkan ee loo shaqeeyso oo aakhiradii loo shaqeeyso oo allihiina abuuray laga baqo oo waxyaabo badan ilaahay dartii looga fogaado ayaa muhiim ah qabiil haddaynu ku socono maaha ilaahay dartii ilaahay waan kaga fogaanay waxba kuma tariyo qariibka qofka allada saaxiibka tahay walaalka ee la soo kortay ee la dariska tahay la dhaqantay kaasaa walaalka oo kaasaa laga yaaba labada inuunba kaaga tegin walaalku yarahee kuu gooyo marka waxa weeyaan taasaan idinkula dardaarmayaa ilaahayna ha idinku daxaftiyo caruurta soomaaliyeed meel walba joogtaan waa wax lagu faano oo waxaan jecelnahay waa waxaa u baxay waddanka dhallinyaradu waa wax soo koraya waa mustaqbalkii waddanka allah idin xaftiyo idinkuna inaad dadaashaan oo isxaftidaan wiil iyo gabadhba dhammaantiin intaasaan la idhaliyata dhallinyarada horta waxba hata haddaan awo dhan ma dhammaystiri karno haddaan dhallinyarada arrintooda aan garano waxa weeye waxa weeye dhallinyarada waxa idin sheegaya bacda bacda qof aada maasha allah smart yanu tahay dowladdii iyo wax badan iyo waddankii iyo marxaladaha xagga taagan iyo madaxda oo dhanna aad qof ma aragtay u dhow tahay bal siyaasiyiinta maxaad u sheegi lahayd caawa nimankaas siyaasiyiinta lagu magacaabo bal maxaad caawa u sheegi lahayd inay waddankan wax ka qabtaan hadda wax laysku sheegin waxba ma hagaagayo iyaga cayntoodu xusheegi rabaa naagii dumarkii u sheegnay haweenkii raggii guud ahaan canaananayo nidhi wax qabta oo la hadalay dhallinyartii waa dhammaantood oo u baxeen allah daaya anukaas anugu jeclahay iyagiina waxa weeye maasha allah way dadaalayaan wax walba hagaagaysaa nimanka siyaasiyiinta ah bal maxaad caawa u sheegi lahayd bal intaanan gelin siyaasiyiinta aan in yar ku darsada dhallinyaradan soo daba joogaayo waxaan dhihi lahaa dhallinyaro waddankanaad joogtaan ama aad ku dhalateen ama aad ku dhalan gaarteen waddankan quruxdiisa aad aragteen rag baa dhistay dhallinyaraa usoo halgantay maaragtay aad ku istareexaysaan ood maaratay shaqada aadaysaan imaanaysaan ood moodeen inaaba dhulkaba aad leedihin waddanka leedihin aad moodaan no absolutely not basboorada waan qaadanay soomaa ilaahayo soomaali hooyada aabbaha aadaan haddaad xitaa ku dhalatay soomaali unbaad tahay ya soomaali unbaad tahay marka waxa weeye soomaali waa soomaali waxaad ogaataan lama huraan waa cooska jiidaan waddankiina unbaa idiin baahan waddankiini unbaa idiin baahan dhallinyaro inaad maaragtay dhiidhisaan oo aad maaragtay sidaa aan idiin maaragtay guubaabinayno oo ma aad maaragtay aad iyo aad u doonayno inaad maaragtay dad wanaagsan inaad noqotaan ayaan rabnaa inaad meesha ka kacdaan inaad maaragtay aad is-urursataan inaad waxbarashadiini aad waddanka wax aad ka barateen inaad waddankiinii dadkiinii idiin baahnaa uga faa'iidaysaan inaad dhallinyaradii waddanka gudihiisa joogtay ee ku dhex dashay xinjiraha qulqulaya dhiigga iyo xabadaha ku indha dilaacsaday iyo dilka ku indha dilaacsaday oo weligood wax dowlad la yiraahda arag oo weligood wax maaragtay wanaag aanan arag oo weligood wax nabadgelyo inaan arag ya inay dadka intay u tagaan brainwash ku sameeyaan ay wax baraan ee u yacni qof walba cilmiguu bartay uga faa'iideeyo dhallinyarada watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan marka in lays kaalmeeyo oo lays caawiyo walaaladood u faaideeyaan aniga dhallinyarada arrintaas arrin aad u qiimo badan tala fiican marka waxa weeye aan usoo noqdo siyaasiyiinta siyaasiyiinta horta khayr allah siiyo horta soomaali wataa hor kugu sheegay waa wada siyaasiyiin soomaa hadda markaan siyaasiyiin leenaa waxaan u malaynayaa ulajeedadaada inaad madaxdeenni ka hadlayso soomaha marka waxa weeyaan in maaragtay anu waxaan ka hadlay siyaasiyiin waa siyaasi waddanka soomaalida oo dhan siyaasiyiin bay noqdeen rag iyo dumar ciyaarka yararaaba siyaasiyiin noqdeenha marka waxa weeyaan waxaan oran lahaa horta way ogyihin khayr allah siiyo laakiin waxaan ku darsan lahaa walaalayaalo
وأوكتي رد قف وحوك لومة المامو سماها حدنا إذا حسوسين وبيقة تحت وحن حسوسين يا وانا سميسان اتدلين يرضى إنا أدمار تسود ويستح دلنتا إنا أددك كالي أد برايورتيك كسي سا ددك دأد وين لي دأد ددك وين ما كان لي هاي dadkii da'da weynaa waa dad experience leh oo madax soo ahaayo oo xitaa alaan madax loona baahan yahay loona baahan yahay waa advisors weeyaa la taliyaal inay noqdaan inay maartay dadkii jiheeyaan sama laakiin dadkii lagu shaqeyn lahaa ka furfurada xagga active ka maad waxaan ka hadlayaa xagga nimada ka furfurcoon ya waa dhalinti weeyaan oo dhalinti loo dhiibo shaqooyinka oo la yira ayagana dadkeenii maarta ilee maskax bay hayaan fikraday hayaan usii dhan halkan maskaxday ku caasantahay soo ma inay intii wixii ku caasnaa ay dhalinti usoo furaan u faa'iideeyaan laakiin lagu shaqeeya dhalinyaradii iyagii baa furfurcoon markaa la iskaashado waa imanaya waa imanaysaa markaa midnimadii baa imanaysa midnimo qaran baa imanaysa markaa midnimo qaran ayaa imanaysa marka waxa weeyaan aniga idinma dhahaya saasamee saasamee mana idin amri kara wadaada umalii laakiin walaaltinimo iyo walaashii su-aashii su-aashii ayaan uga jawaabaya khayr allah siiya dadkeenna madaxda ah keliya waxaan ka rabaa inaad priority-ga aad dalinta siisaan dhallinyarada oo aad u dadaashan way u dadaaliyaan khayr allah siiya waad arkay madaxweyneena ya برايم منستر كحسن على خير مدحوينينا محمد عبد الله محمد فرماجو وحن كل كل مدحدي واد ارت الله بدي قول ابو قران سر يدحي اي برلمان كي ما شاء الله يعني دولد يودن واد دولد شرف له كفاني كرم ان كفاني دو كفانينا ولا ريا رد اي الدمر بس اقول لبهين دمرو لكن دمرو يا دمرو ما شاء الله I like to empower women. Let me tell you the truth. I like to empower women. Samaha. Women power. Ha hey. Marka waxa waaye. Yeah. And laakin ayadi ilaahay kama fogin oo ma diidanin ar-rijaal qawamuna 'ala an-nisaa. Sah. Ilaahay u baayirtaas. Alhamdulillah wa ana aaminsanahay. Laakin waxa kaaga wada an ka wada malihi dumarka madaxweyne maanta ha noqoto. Dewaati bi ilaahay wa yarmaka qawm. أقفها وين مدحويني نقطة والله يعني ولكن برا من السرا لنا قنقرة وما ذا حدي كلا لنا قنقرة وحكي سال غما دام بدت السرا بقول عين النهاية وحي إلهي حد إلا ما ما كل ما يقول فيه وحكي السما أنت برلا ما كأر وحوي كجرا وحمد أدنى ما إن شاء خير الله سيب مدحوينين برا من السرا أو أدب وحشميان حوينك هذه أدب وحشية وتؤدى لأن أدى قال من حوينك سيدي برلمانك أنت كو إيمان لهايين ولا لحد لي أضياشي إنك سو أجعل إله هاي إن شاء الله أنا أنا أرك سوماليا 4.5 كباست أو لسكي اللو والله كبحو بحالك فرا 4.5 وحان قبيل اللو ياي 4.5 كاوي وحنا الدليل 4.5 محاربة انت والله قبح والله قبح دورة وين اللي قاري دورة ان شاء الله تعالى مركب 4.5 اللي قبحه ما حاي ما ليس ما حد تقانا ما حد تقانا ما حد هي ستة ما حق بكرة ما حد علم ولا ذا اي ما ليس مركب سوى دقي بومين او نقني سمع لكن حدا واحد تصدب واحد حوالا يرتب كورني كيبا 4.5 مركب استراده اي ما استهمه كانوا كفي عن هو كان حقوج مقلي كرنو waa dhibaato number kan balaaya keentay oo dad cadowgeenno noo tashaday ayaa keenay lagu khasbay waayo waxa saas loo sameynaya soomaali illa ma rabo inay lugeen isku taagaan ma doonayaan soomaali inay ma doonayaan soomaali inay isu yimaadaan ay wax wada qabsadaan soomaali si ahaan jirtay waxa dad baa dowladda ka qaracna wax kalena ma aha waa khayraadka annaga shaqsiyan ma aha soomaaliyeen nalnicibyaan ma aha baroorta orga ka weyn baalihin waxaa naloo lacibya waxa weeyaan oo nalaga doonay in sidaa fowdada lagu jira ay u rabaan khayraadka dhulkeenna ku jira ya khayraadkaasaa indhaha lagu hayaa ya waxaan maqlayay maanta dhegaysanayay
إن وريها إن هيرري يا هيرري أو وريسنا يا برايم مينستر كا إثيوبيا أي وحدة هاي هدي وهذا كي يكلم مقر دك دك بقى أنا تاجر وسو عربي بعد مينستر يا وعور الدولة دي بهذا كلا كر الله جيبوتي السودان سوماليا ويروي بسوماليا يعني سوماليا iyo dool waxbu sheegay anaga itoob hadaan hal dowlad aan wada noqono ya waxa la tartami lahayn dowladaha kale la ilaaha illa allah muhammad rasul maashi gooda ilaah baa uga maashi gooda ilaah baa uga waxa weeytaas waa gooni waa siyaasad gooni ah kama hadlayo maashi aan siyaasad anagu maana soo fariisay waxa uu soo fariisanay kaliya من نمدا سوماليا لكن وحيابا قاركود وقلبينا داوعايا محال مركا ان كغا كبن كرنا من نمدا من نمدا كغا كبن كرنا وانا ساوجيد بوينت يا واسات ومن نمدا كغا كبن كرنا مركا سوماليا وحد ولا جيدا ارماهاس وحياب بنان ايدي كبد ارغتان ودغين كو دحيان او مخليسان وحد ان كو دداشان من نمدا مركا من نمدا سميسان سوتي ما دون دد ولاله او هل هدف له اد نقطان ميل او jeeda wa u dhamaatay cad wa u dhamaatay wixii cadow la dhahay oo dhamaaday insha Allah sideenni wanaageenni sharafteenni iyo haybadeenni aleen iyo ciidankeenni ciidamada Afrika ugu quwada weynaa Ilaahay ba quwi leh ya ee laga baqan jiray ee maartay sharafta aad lahayd hadda markii waagi October la marayo kale markaad maartay YouTube-ka aad daarto qalbiga ka soo noqonaya wadna saas ku wadaya wad ilmeenaysa yaani waxa weey jirco iyo Soomaali jacaylki wanaagi minnimadi yaani sharafti in la laha minnimi ku timid minniga minnima jirtay markaa waxaad u quruxday minnimadu waa wax fiican waa wax loo baahan yahay midna ma laan noqofno wax ma qaban kara sababta de maanta hadii la ilaado Soomaali de malaha reer hebel oo kasto de xeradaadi yara ee derbigaasi nama kala haynayo ciidana cid uma qal lama kala maarbo waa isu wada baahan yahay baahidii wada dhalashada meesha taala baahidii Soomaalnimada taala baahidii Islaamnimada taala wax badan ba isugu keen xiran dad kala maarmana ma nihin ilaahayna nama kala kaxeeyo ilaahay Soomaaliya isku soo wada maslaxo meelaha dhibaatada iyo colaadu ay ka jirto oo aan maqlana ilaahay waxaan ka baryayay ilaahay nabad ugu bedelo aamiin iyo is-afgarad iyo heshiis oo waxba dagaal iyo dirir iyo habhab iyo waxba qiimo bale waxa soo wada soo daashatay marka iyagana ilaahay kala qaboojiyo Soomaalida Allah isku wada safro meel kasta joogaanba dhibaatada Allah inaga qaboojiyo dadkii dantooda garta Allah inaga dhigo aamiin guushina way dhowdahay waxa weeye maanta maalin fiican baan ku jiraa waqti dadkii wada baraarugay waqti aanu qofna qof Soomaaliya aanu jecleyn inuu dhig u geeyo yaan taaganahay dee wixii dhacayna wuuba dhacay ilaahay yaha u wada naxariisto wixii aamiin ummadul maxamed iyo ummadeena baa la soo aamiin yaa geeriyootay inteena kale ilaahay dhibka inaga saaro marka barnaamijkeena midnimo qaran oo soo iska soo gabagabo marka balduulihan ku dhaafaya wixii kale hadalay insha Allah wixii kale tala idin ka tagayso marka insha Allah waqti walba waxaan jecelnahay inaan barnaamijkeena halka ka sii wadano idin la xidhiidhno wixii wanaag ah wixii aragu waxyaabo fara badan insha Allah marka asli baan inta kale ku wareejinaya hadii rabbi ilaah aamiin ya rabbi waa run ilaah aan kala qaboojiyo dagaal yacni wiilun baa ku dhintay ma wiil kuma dhasho marka dagaalkan ma wanaagsana dagaalka aad buu xun yahay faa'iido ma laa dunida aakhira buu xun yahay way dad muslim ah oo isdilaya dhibkeeda ay leedahay muslim dilaya waa jazaahu jahannam bil iyad billah marka waxa weey jahannama miyad isku ridaysaa ala siyaasad yar miyad jahannama oo ilaahay nooga digay wal iyad billah allah subhanahu wa ta'ala nooga digay miyad idinla fududa oo idinla fududa marka jahannama la leey afka ka fududa أعوذ بالله من الشدة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا رب اللهم أجرنا من النار وحويا اللهم ادخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع الأبرار يا غفار يا عزيز يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب يا رب يا رب مركو حوي إن شيطان ويا شيطان ويا شيطان بس كدرا يا شياطين تسيرنا شيء ها شيطان بس كسوق بيا ورولا ليالو أنت الإلهي النقطة ود فكرتان
وحن ودل دل دل كان ودي شيء بعد وفديو نقبض هل قبل هل قبل يا أي الصومالي وينو دل هديه سوو طقطق كبض بدن تي ودجانك وحكى صهريا دل محكى إلهي أبي يك صهري مركو ولا يالو دل كان دل قف دكتور أو أو قري مرة دوما أو هو قري عذر قوي اللي قاعد دوينا مع ضد ما لف كسيحة تكيش إيه أمريكي بدنا صوتي سومالي قف أنت لو تبغى درس أبوه كالي سافر كالي أنت مها كالي درسك ها أول وضعنا أول سن محاولنا جينا محاولنا جينا دي والدرس بالودي ولا لا نودي والله وضعت الشيء والله هدي ما أنت لبقى فدي دار قفوز سومالي سيما درس مريستو كل واحد على صوره بنايا هل كقويس أمبارنا هل كقويس أمبارنا من مكلة ترنو هل كقويس ما له وين يختار أنتي هل قويس أمبارنا والله إني نعمل كلة ترنو بس ولا على أوضة إيش أمبارنا لكن شيطان عدو جوا شيطان إيه شيطان كيوينا ويانه يونا شيطان كده كفاية يونا العذاب إذن هرسيدين والولا لي يا لو دجال مو ناكسين تشوجيا يا تشوجيا إذن ذي لها وإلهي كبغضة إلهي جيد أبور إبريء من الحساب تمن نفل جوي إلهي ونجا حرمي نفل جوي إلهي ونجا حرم هذا جوي كرس كده مثل بين عدني مركو حويان جهنم هسكو جورنا جهنم هسكو جورنا والعياذ بالله إيه ولا النمذي إيه وناجي إيه ودرسني مدي يا حق اوكي انت تحسو سلطان ولا مسكحد يدي سياد وحكو فكرتان ولا لوبا او وناق كتلي او من نمدا كتلي ولا ليالو الهي بيد كداري من نمدا كتلي قد ولا لينونا من ما كل تغينا مرك هذا كان وسو كوبينا ان شاء الله تعالى عشيبه مردو الادم دونا الهي اذنكي مرك ولا ليال واحد اللي كتغينا وناق يا شرف يا من نمو يقول يا أنو أرجين إن إلهي إنه سون بدعليه مدحوينها يجا شرفتنا يا مارت وفدي شرفتنا وهو جامني إلهي نبضها بكرة إن شاء الله تعالى أي أنت حمر شوكتنا أنت حمر شوكتنا وحن كرتشينا يا إلهي إذا كيس إن إلهي نبتكليه قسمه إن إلهي مارتي وناقتصه وحمها إلى كقريه سنحان والمساكين توان أركنا حمر مالها ففردي ذا أجا ضد كام مساكين تا إيمان تضد أم مغنين وحب أم مغنين إلهي وحكور كسرية السنة عواستي إن أجا مت بركو يراد وحما هيستو ماي وحد كفكر تا ككاليتا كفكر ككاوسي كاليتا وحما هيسن إنت هيسن طب حتى هيسنين كفكر محوي يا ولا ليا السنة حريستا نحرست إلهي ونفر إنا سنة حريصنا وهي الدين تينا أيابا نفرس إلا سنة حريصنا مستوحى ذو كجرتا نحرست والدين تينا ذا إسلام بيننا بقول كيو بقول ولا ليالو إن شاء الله تعالى مدح دينا الله النور دوره مدح دينا شرفت إلى الله النور دوره إلهي وحن كبرينا ربك كبرينا إن إلهي مدح دينا النور دايو وناق إيه شرفت إيه كجران iyo marti dadaalka ay ku jiraan ilaaha la garab qabto allah la garab qabto ilaahay la garab qabto waa idin duceyna sharafteeni baad soo celiseen ilaahay idin sharfo allah idin dhowro allah idin dhowro ilaahay idin dhowro insha allah taala waan gaari doona waxaan maan aad tiigsanayno bi idinillah waan gaari doona bi idinillah hadii mar qarada ilaahay la saarto ya oo ilaahay la isku xiro oo ilaahay loo soo noqdo ilaahay tooba liiraado oo la isjeclaado oo daacad la isu noqdo oo maartay wada shaqeynta maartay niyad si samee oo la isu wada shaqeeyo way imanaysaa wax kastaba marka walaalayaalo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantiin habeen wanaagsan waqtigiina qaali ahayd nasiisay waan idinka mahadcelinaynaa dhammaantiin habeen wanaagsan